السلام عليكم، مرحبا بكم جديد معي في قناتكم قناه حلويات ام محمد المغيث. وصفتنا اليوم اخترنا لكم وصفه فعاله لزياده الاجسام المقاومه للفيروسات والجراثيم، او بمعنى اصح مقويه للمناعه وكذلك معالجه لمشاكل الجهاز التنفسي كيف ما كانت، سواء بالنسبه لالتهابات الحلق والجفاف ديالو، وحنا عارفين اشنو كيتسبب من وراء هذا الشيء. كذلك وصفة اللي هي جد مهمة بالنسبة للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الانفلونزا، الرشح، الربو، الحساسية وكذلك السعال. وما نساوش بأن وصفتنا ديال اليوم هي وصفة اللي تقليدية 100%، مجموعة ديال النصائح اللي غادي تفيد بزاف ديال المتتبعين والمتتبعات، وكذلك غادي توقيهم من مجموعة ديال المشاكل الصحية اللي من بينها الكوليسترول وغيرها. ونتمنى انكم تبارطاجيو بحال هذا النوع ديال الفيديوهات باش تفيدوا ناس اخرين، لانهم فعلا اليوم محتاجين ان نقوي الجهاز المناعي ديالنا ضد الفيروس اللي دار ضجه في العالم. حلقه مميزه ومعلومات احسن وافضل غادي نتقاسموها معكم ان شاء الله باذن الله. بسم الله على بركه الله نبداو الحلقه ديالنا. المكون الاول اللي غادي نحتاجه هو مكون طبيعي 100%، في نفس الوقت مضاد حيوي او لا اونتيبيوتيك اللي غادي يخلصنا من مجموعه ديال المشاكل الصحيه اللي من بينها مشكل ديال كما تنقولوا ضغط الدم المرتفع، كذلك الجلطات الدمويه وانسداد الشرايين، بحيث انه كيساعد الدوره الدمويه ديالنا باش تدور بشكل صحيح. كذلك غادي يحمينا من السكتات الدماغيه والنوبات القلبيه، والاهم من هادشي كامل كيبقينا من الامراض المعديه اللي من بينها المشكل ديال الفيروسات او المشكل ديال الجراثيم اللي ولات دابا منتشره في العالم باسره. كذلك في مركبات ديال الكبريت، فيتامين سي، فيتامين بي 6 اللي عارفين الاهميه ديالو، والمغنيسيوم اللي كيلعب دور كبير في الجسم ديالنا. اضافه لهذا الشيء كامل كيحتوي كذلك على البوتاسيوم والكالسيوم اللي بزاف الناس كيعانيوا من الهشاشه ديال العظام وكيعانيوا من المشكل ديال كما تنقولوا هذاك التغزاز اللي كيكون ما بين العظام. كذلك ينفعنا بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الجرثومه ديال المعده، وعنده علاقه كبيره 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 في محاربه الزكام وكذلك الحمايه من الانفلونزا. ويلا جينا نتكلموا على التوم والسرطان، هذيك قصه وحكايه اللي كيف ما تنقولوا العدو الاول للخلايا الضاره في الجسم ديالنا والخلايا السرطانيه هو التوم، اللي كيتعتبر كيف ما تنقولوا محارب اول جميع انواع السرطانات خاصه ديال المعده والبنكرياس ولا الهضره كتمشي ليا. غادي ناخذها هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، وغاديه نبدا نقشر. وما نساوش كذلك بانه عنده فوائد كبيره بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال السكري، وتيخلصكم من المضاعفات المصاحبه ليه خاصه على مستوى الكلي، الجهاز العصبي ومشاكل شبكات العين. غادي معك بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. من بعد ما سلقتها، وهنا ملي كنكون سلقتها حيدي الصوت، يلا حيدي. ملي كنكون سلقتها كنخليها تطيب مزيان 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 باش نحصل عليها بحال شكل ديال الكريم. فوالا، وما نساوش ان شاء الله باذن الله الا بغيتو نحطو وصفات خاصة بالصدفية وكذلك الكزيما باستعمال التوم، لأنه كيحتوي كيف قلت لكم على الكبريت اللي عارفين الدور ديالو بالنسبة للجسم ديالنا. هنا كيف كتشوفوا خديت هذاك التومة بعدتها مزيان، حصلت على كريمة، غادي نضيف مكون آخر أو لا غادي نضيف تركيبة أخرى اللي كنت ديجا تقاسمتها معكم وما فيها، بس انني نعودها معكم دابا، غير هي
كيفما تنقولوا التزموا بالمقادير لانها تتلعب دور كبير في الوصفه. بالنسبه هنايا عندنا وصفه اللي مركبه واللي كتكون من جوج ديال المكونات او ثلاثه. بالنسبه للمكون الاول اللي غادي نحتاجه هو السانوج او لا الحبه السوداء اللي عارفين الفعاليه ديالو بخصوص الجسم ديالنا وكذلك الحفاظ على السلامه وكذلك محاربه مجموعه ديال المشاكل بحيث ان كيقول لك انه تيوقي من جميع الامراض الا شفاء لكل الامراض الا السام. كيحتوي كذلك على الحديد والكالسيوم ومكونات نادره اللي ما تلقاوهاش في مجموعه من الاعشاب ومجموعه ديال المكونات الاخرى. كذلك كينشط الخلايا اللي نافعه بالنسبه للجسم ديالنا وكيخلصنا من الخلايا اللي كتكون ضاره او لا الخلايا الاجنبيه اللي كتكون ضاره. كذلك كيعطي الجسم ديالنا نسبه 55% باش يقوي الجهاز المناعي ديالو اكثر واكثر واكثر. الى جينا نتكلموا عليه بخصوص الكبد بغيت نقول لكم بانه كيف ما تنقولوا ينظف السموم من الكبد ولكن على شرط اننا نستعملوه بكميه معينه او بكميه محدوده. المكون الثاني اللي كان مضاف للوصفه المركبه اللي قدامكم في القرعه كانت هي نجمه الارض او لا باديانه، بحيث اننا استعملنا في الوصفه مقدار من سانوج وضفنا عليه باديانه او لا نجمه الارض وخلطناه وجمعناه بالعسل وبقى عندي من الصيف كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الوصفه كنت درتها في الثلاجه واليوم كنستعملها بالنسبه للعسل كنت درت العسل الحر كنستعملها لتقويه المناعه وكذلك حتى بالنسبه للمشاكل كما قلت لكم ديال الريه وديال الحساسيه ديال الربو وغيرها من المشاكل الصحيه. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نخلط المكونات جيدا الى حين الحصول على واحد الكريمه دهنيه او واحد الكريمه اللي كثيفه. طريقه الاستعمال ديالها سهله جدا 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 بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش وما عندهمش مشكل ديك ديال هذه فيها الريحه وهذه وهذه وهذه، ممكن انكم تاخذوا ملعقه صغيره من الصباح للصباح او لا من الليل لليل مع الشاي ديال زعفران فيه معلقه صغيره ديال الزنجبيل، يعني دوزوها بها. سينو بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل باش غادي يسرطوا هاد الكريمه، من الافضل انكم غادي تاخذوا كاس ديال الحليب اللي غادي يكون ديال الماعز اولا ديال الجمل لانه عارفين الحليب ديال الجمل كيكون سخون. غادي ناخذوه غادي نوضعوه في واحد الكاسرونه كاس، غادي نضيفوا عليه معلقه من الخليط ديالنا نخلطو مزيان نطلعو فيه الفيضه ومن بعد غادي نبداو نشربو كاس من الخليط من الليل ليل. هذه من جهه. من جهه اخرى كننبهكم وكنقول لكم بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال لاطونسيون نازله ما ياخذوش بالمره ثومه خضراء لانها كتزيد تنزل ضغط الدم وكتزيد تنزل لاطونسيون، وهنا الا نزل لينا المشكل ديال لاطونسيون غادي نوليو في مشاكل اخرى اللي لا يحمد عقباها. هذا الشيء علاش هنا كيف كتشوفوا معايا بالنسبه للمكونات ضفنا كميه شويه كثيره بالنسبه للعسل، كذلك الامر بالنسبه للبصل ضفنا كميه ديال العسل اللي كانت باش غادي ترطب اول شيء الحلق وكذلك تحيد هذوك الغرغ من الرئه وفي نفس الوقت تقوي الجهاز المناعي بالنسبه للجسم ديالنا. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم نقول لكم شكر خاص على المتابعه واكيد اكيد دائما احنا معكم من خلال مجموعه ديال الفيديوهات
اللي كنوصلوا فيها او اللي كنحيوا فيها معكم مجموعه ديال الوصفات ديال الناس زمان، بمجموعه ديال الحلقات، مجموعه ديال النصائح ومجموعه ديال المكونات اللي كنعرفوكم عليها ونحيوا تراثنا المغربي. شكرا خاص لكم والى اللقاء.